السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد، نخصصها للحديث عن قضية مهمة في الشريعة الإسلامية وتزداد أهميتها إذا ما طرقت في سياق الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، وأعني بها سنة التدافع الربانية. فما معنى سنة التدافع؟ أو ما معنى سنة التدافع؟ وما علاقتها بالصدام الحضاري؟ كيف يمكن فهم واقع المسلمين في ضوء هذه السنة؟ وأي مستقبل للإسلام يمكن استشرافه من خلال سنة الله في تدافع الخلائق؟ وأخيراً نبحث أثر الفقه بهذه السنة على حياة المسلم وتدينه، وخصوصاً في وقت النوازل. نعود إليكم بعد قليل. يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور نبيل الفولي، أستاذ المنطق وعلم الكلام في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وسهلا وبالسادة المشاهدين. نريد أن نعرف منك الدلالة الشرعية الاصطلاحية الشرعية لمعنى التدافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد ذكر القرآن لفظ الدفع ذكرا صريحا في مواضع منه قول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وجاء ذلك في عقب الحديث عن قصة طالوت وجالوت، كما ذكره ربنا جل وعلا في سورة الحج في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. جاءت في عقب الحديث عن تشريع القتال، أول آيات في الراجح شرع فيها القتال هذه الآيات من سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. جاءت هذه في عقبها، بعدها تتكلم عن هذه المسألة عن الدفع. والتدافع مصطلح استعمله كثير من المفكرين والعلماء في الدلالة على وجود أفعال متضادة لنصرة طريقة أو مذهب أو فكرة أو قضية أو قضية سياسية أو مهما يكن، يعني فهناك أفعال متضادة، كل يريد أن يرجح شيئا على الآخر، هذا يدفع في جهة والآخر يدفع في الجهة المقابلة، هذا يريد أن مثلا أن يفسد في الأرض والآخر يكف يده عنها، والعكس أيضا كذلك. فإشارة إلى القوى المتنافسة في الوصول إلى أهداف متضادة، كما هو معلوم من شأن هذه الأرض، وأن ما يتاح فيها من الثروات كاف لخلق الله وعباده، ولكن لا يمكن أن يصل بهم جميعا إلى حد الرفاه والترف للجميع، ولذلك الباحثون عن الترف يتنافس بعضهم مع بعض للحصول على هذه المسألة. فقد تكون قضية التنافس في هذه الحالة قد تكون بين ممثلي الحق وممثلي الباطل، أي أن التدافع ليس سنة خاصة بأن يكون أحد طرفيه الحق والآخر الباطل، بل هو سنة سارية في المجتمع الإنساني عموما. يعني من الممكن أن نجد تدافعا من جهتين باطلتين، وقد نجد يعني صراعا بين قوتين خيرتين، يعني كما حصل في القتال في أول الإسلام، يعني لم تكن إحدى الفئتين يعني كافرة، بل كان الفريقان من المؤمنين، وإن كان طبعا الحق والصواب في جانب واحدة والأخرى أخطأت الاجتهاد. لكن هل هذا يدخل في تدافع؟ يعني قتال الصحابة فيما بينهم يدخل في تدافع؟ يعني بالمعنى الاجتماعي العام، يعني التدافع هو نوع من الأفعال المتضادة، نوع الاجتماعي العام. لكن دعني أعرج على مسألة الدفع نفسها. الدفع، القرآن لم يذكر التدافع بهذه المفاعلة، وإنما ذكر الدفع باعتبار أنه إذا وجدت قوى شريرة، قوى باطلة تسعى إلى إفساد الأرض وإبطال ذكر الله عز وجل فيها، هنا تبرز قوة مضادة تدفعها. فقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الذي جاء كما ذكرت في عقب قصة طالوت وجالوت، تشير إلى هذه المسألة. لولا وجود هذا الفريق الصالح المؤمن الذي كان فيه طالوت والملك الصالح، وفيه داود الملك، وفيه داود النبي الكريم،
وفي الطرف الآخر هؤلاء المتجبرون طالوت جالوت ومن معه. فهنا القوة جالوت ومن معه قوة مفسدة، قوة يعني تفسد وتسيطر على الأرض المقدسة. فجاءت القوة المضادة لتحول دون هذا، يعني المسجد الأقصى معطل لا يقوم بوظيفته، لا يذكر الله فيه، بل تقام الأصنام وتعبد الأوثان. فهذا هو الشر السائد. تأتي القوة الأخرى، وهي يعني كما قال الله عز وجل في أول القصة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من قوم من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فيعني كانوا مظلومين مضامين، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فلو تركت قوة الباطل تعمل بحريتها بدون جهد مضاد يمنعها من هذا الإفساد وهذا الإجرام الذي تقوم به لا فسدت الأرض، فجاءت هذه القوة لتمنعها. وذكر الدفع كذلك، أو ذكر الدفع في سورة الحج جاء ليقر نفس القاعدة، ولكن في عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه الأمة ستكون أكثر تمثيلا لهذه القاعدة. يعني أشار بعضهم إلى أن السنة التدافع هذه أو الدفع تنوب عن إهلاك الأمم السابقة. يعني قبل ذلك كانت الأمة إذا يعني عصت رسولها وتجبرت وأصرت على كفرها تعذب، كما حدث لقوم نوح من الإغراق، وكما حصل لقوم هود من الريح التي أخذتهم والصيحة، وكذا الأمم المتتابعة. فأكد بعضهم أن السنة الجديدة التي يعني ظهرت بواكيرها في بني إسرائيل تأكدت مع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنه لا بد أن تظهر من هذه الأمة فئة تمنع استشراء الباطل وانتشاره. نحن نعلم أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاته لم تكن نهاية للقضية، بل كانت تجديدا لفصل آخر. لماذا؟ لأن الحرم، البيت الحرام، لأن أول بيت وضع للناس منع فيه توحيد الله عز وجل، وسيطرت عليه الوثنية يعني ثقل ظلها وصعوبتها ومضادتها للإيمان بالله وتوحيده سبحانه. فكان لا بد من أن تظهر الفئة الدافعة، فئة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لكي تزيل هذا الظلام الذي سيطر على بيت الله الحرام. فذكر الدفع في هذه الآية وفي هذه المناسبة وهذا السياق، سياق يعني تشريع القتال، يشير إلى هذه القضية، أنه ليس للحق أن يسكت إذا كان الباطل يستشري، خاصة في تلك الأماكن الخاصة التي إنما بنيت ليعبد الله عز وجل فيها، لا لكي تكون مراحا ويعني مكانا للأصنام والمعبودات الباطلة. فالدفع مذكور، وأيضا يمكن أن نشير بذلك إلى كل آية تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا من قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا دفع أيضا. فكل أمر بمعروف ونهي عن منكر، خاصة النهي عن المنكر، هو دفع ومنع للآخرين من التعدي واستشراء المفاسد والمناكر. ولعل ذلك أيضا يلفتنا إلى الآية الكريمة التي يعني رفعت شأن هذه الأمة من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف الذي جعل علامة على هذه الأمة مع الإيمان بالله عز وجل هو هذا الدفع، هذا الدفع ألا يترك الباطل حرا يفعل ما يشاء، لأن الباطل ليست له نهاية في الإفساد. إذا أفسد الحياة من جهة سيبحث عن جهة أخرى إلى أن يعني يفقد الإنسان إنسانيته، كما نرى في بعض الأفكار الحديثة التي ضيعت الإنسان وأعلنت موت الإنسان كما يقولون. طب يعني الله سبحانه وتعالى يعني قد رتب الحياة على ثنائية عجيبة، يعني جنة ونار، معصية وطاعة، خير وشر، حق وباطل. فهل هذه الثنائية يعني مرتبطة بسنة التدافع الرباني؟ نعم، التقابل دائما بين الأشياء. يقولون الأشياء إذا كان يحتمل فيها احتمالات متعددة، مثلا نقول هذا القلم مثلا قد يكون لونه أحمر أو أخضر أو أصفر، فلا تجتمع هذه الألوان معا. كذلك الأمر في جانب الأفكار والآراء والأيديولوجيات والأديان والنظم، هذه إذا كانت متناقضة لا تجتمع،
لا تجتمع وإنما تتنافس وتتصارع لكي تصل إلى يعني لكي يحقق كل واحد منهما وجوده. فالحق والباطل مثلا والثنائية الكبرى المشهورة المعروفة، ويقابلها طبعا أو يشبهها الخير والشر والصواب والخطأ والجمال من وجه ما يعني والجمال والقبح، هذه المقابلات كلها لا تجتمع بمعنى واحد في شيء واحد. طب دكتور، هنا نقطة مهمة، يعني ما دور الإنسان أو موقع الإنسان من هذه الثنائية التي رتب الله سبحانه وتعالى الكون على أساسها؟ يعني هو بالنسبة لصاحب الرسالة لابد أن يسعى إلى تحقيق المعاني المنسجمة مع منظومته. نحن منظومتنا مستقاة من ديننا، أي تصوراتنا ورؤيتنا ونظرتنا لأنفسنا وللوجود والكون مستقاة من هذه الشريعة وهذا الدين. فالسعي العملي يجب أن يكون بحيث يحقق جانب الثنائية الإيجابية. إذا كان هناك حق وباطل وخير وشر وصواب وخطأ، فيجب أن يكون السعي العملي منسجما مع القسم الأول، مع الصواب والحق والخير، وأن يكون مواجها أو مخالفا ومناقضا وساعيا إلى تغيير الباطل والشر والقبح وما شبه ذلك والخطأ. طب ملامح هذا التدافع أو هذا الدفع في الحياة البشرية، ملامحه ومظاهره كيف تتجلى سواء تاريخيا أو واقعا؟ طبعا يعني الإنسان له خطط في الحياة وله أغراض وأهداف يسعى إلى تحقيقها. الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارث وهمام. فحارث لأنه دائم الفعل، ينتقل من فعل إلى فعل، وإذا انتهى من فعل يهم بغيره. وهكذا أصدق الأسماء يعني أكثر الأسماء مناسبة لهذا النوع المخلوق الإنسان، هو حارث وهمام. حارث فاعل متتابع الأفعال، وهمام إذا انتهى من فعل هم بغيره، وهكذا. فهذا الفعل لا شك أنه لتحقيق شيء في الواقع، فهذا الشيء الذي يسعى لتحقيقه في الواقع لابد أن يكون مستقلا من تصوراته، سواء كانت تصورات صحيحة أو خطأ. فلإحقاقها أي لتحقيقها يعني في الواقع يسعى ويعمل. فإن كان من أهل الحق وأصحاب التصورات الصحيحة ويسعى بالفعل، عنده عزيمة لتحقيقها وليست مجرد يعني أفكار يعتز بها، مجرد اعتزاز ولا ليس مستعدا للعمل من أجلها، إذا كان فعلا معتزا بها ويؤمن بها إيمانا حقيقيا ويريد أن يحولها من تصورات ذهنية إلى واقع معيش، فإنه سيحول فإنه سيخدم جانب الصواب والحق، ولكي يكون هو السائد وهو المشاهد وهو المنتصر في الواقع الحياتي الذي يعيشه الناس. طب دكتور، أي علاقة أو فهم يمكن أو ربط يمكن فهمه بين قضية التدافع وقضية الصراع الحضاري أو الصدام الحضاري؟ نعم طبعا، في هذا الصدد نحن ينبغي أن نستحضر المصطلحات الغربية المقابلة، والعلوم الاجتماعية الغربية تستعمل مصطلحات يعني قريبة من التدافع لكن لها ظلال أخرى. مثلا مصطلح التنافس ومصطلح الصراع، وقريب منه الصدام، يعني الصدام مأخوذ من هذا المعنى يعني. أما التنافس فظلاله كما تبدو ظلال اقتصادية، تنافس سوق وبيع وشراء، فروح التنافس موجودة فيه. أما الصراع ففيه روح الدم والقتال. مصطلح التدافع أشمل وأعم من هذه المصطلحات، لأنه يشير إلى حتى الفكرة تدفع الفكرة، والرأي يدفع الرأي، والسلاح يدفع السلاح، كله يعني هناك مقابلات عامة. يعني لفظ الدفع فيه من العموم وفيه من الصوغ القرآني العجيب لللفظ، بحيث يكون ملائما لكل أنواع الاختلاف بين الناس والتنافس بين الأفكار والآراء. على أي حال، يعني المصطلح الصدام أو الصراع الحضاري الذي شاع في الأدبيات الغربية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، يعني نحن نستعمل مقابله، نستعمل التدافع هذا. لماذا؟ لأننا لسنا لا نطلب التدافع للتدافع، ولا نطلب يعني الصراع للصراع، إن جاز أن نستعمل مصطلحاتهم، إنما نريد يعني كما كان يقول بعض المشايخ، يقول يعني لماذا لا يجتمع معنا أهل الكتاب في العالم لكي نقاوم الرذيلة وننصر الدول المظلومة؟ نحن مستعدون لهذا المعنى، أهل الكتاب الذين يعني شغلوا أنفسهم بتنصير المسلمين وتغييبهم عن دينهم. هذا كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
يقول لماذا لا يلتقي معنا أهل الكتاب في أهداف مشتركة؟ مثلا نقاوم الرذيلة المنتشرة في العالم والعري وهذه الأشياء وسوء الأخلاق، وننصر الدول المظلومة إذا كانت الأمم المتحدة تعمل لحساب الأقوياء. فليكن بين أصحاب الأديان يعني عصبة يعني ينصرون هذا المظلوم. أليست في هذه الدعوة شيء من المثالية؟ أو ربما يقول يعني منتقد أنه عدم دراية بواقع الدول الغربية وفلسفتها المادية. هو يعني كأنك تلزمهم الحجة بهذه الطريقة، أنتم حدتم، كأنه يقول لهم أنتم حدتم عن أصولكم. يعني هناك نداء في كتبهم، نداءات أخلاقية جميلة جدا، يعني ليس كل ما في كتبهم شيئا مرغولا، لكن خاصة بالإنسان الأبيض، بالإنسان الغربي. لا، هو نحن لا ننسى أن التوراة والإنجيل إنجاز أن نقول يعني منبعهما شرقي، يعني حتى بصورهم المحرفة هو تحريف شرقي. أقصد الحضارة الغربية دكتور، يعني حينما يوجه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هذا النداء للحضارة الغربية، الحضارة الغربية في النهاية ليست دينية، حضارة مادية، حضارة ليبرالية وحضارة علمانية، فهو يقيم دعوته لهم على أساس يعني غير موجود ربما. لكن هو لا يخاطب السياسيين ولا المتنفذين أو النافذين في مجال الاقتصاد أو الإعلام، إنما يخاطب رجال الدين، ليس في الغرب وحده ولكن في الشرق قبل الغرب. إذا كان الدين يعني قضية أي دين أساسية هي قضية الأخلاق مثلا، فلماذا لا يجتمع الناس على هذه المسألة؟ فالمهم يعني أن هناك إصرارا في الفكرة الغربية على أن تظل الحياة في صراع دائم. يعني نحن لا نتبنى رؤية الصراع. لماذا؟ لأن نحن نعتبر اللجوء إلى الوسائل العنيفة آخر شيء يمكن يلجأ إليه، على طريقة آخر الدواء الكي هكذا. يعني لذلك تغيير المنكر عندنا وهو من الدفع، تغيير المنكر لا يجوز للمسلم أن يلجأ للوسيلة العنيفة إذا كانت الوسيلة الرفيقة تفيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوسيلة القوية. كيف؟ من استطاع منكم أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمعنى الأولوية للقوة. يعني هي المسألة هنا حسب الشخص المتمكن نفسه، يعني بمعنى أن ليس المعنى بذلك أن مثلا أنت لو كان المنكر يتغير بنصيحة، هل يجوز شرعا أن تغيره بضرب الشخص مثلا إذا كنت قادرا على هذا؟ أنا دعني يعني أحاورك لو أذنت لي دكتور، لأني أنا ربما أتبنى وجهة النظر الأخرى. يعني هل صاحب المنكر هو لا يفرض منكره إلا من بعد قوة؟ هل يمكن لكلمة أن تغير واقعا قويا للمنكر؟ ألا ينبغي للمنكر أن يزال بالقوة؟ وهذا ما يتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو المسألة الشريعة هكذا تسير على هذا النمط، على نمط أنه لا يلجأ إلى الأشد إذا كان الأرفق يعني يحل المسألة. هذا بناء شرعي معروف، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فليس ترتيب الحديث حديث من رأى منكم منكر، والحديث صحيح طبعا، ليس ترتيب المقصود به أن يلجأ إلى القوة إذا كانت تكفي يكفي غيره، لكن مقصوده الوصول بالإنسان في النهاية إلى أنه لا عذر لأحد في تغيير المنكر، لا عذر لأحد. إن لم تملك هذه فستملك هذه، إن لم تملك هذه فستملك هذه. لكن الفاء للترتيب، الفاء هنا فإن لم يجد صحيح للترتيب، معناها الأولوية للقوة لليد. لا، ولكن الذكر هنا للطاقة، الحديث عن أقسام الطاقة التي تغير المنكر. الطاقة أقصى أنواع الطاقة، أنواع الطاقة هي التغيير بها بالقوة. ونحن نلاحظ هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني سيرته أنه بدأ بالدعوة ومكث 13 سنة يدعو لا يقاتل، بل بعض الصحابة دعوه إلى القتال من المهاجرين والأنصار في بيعة العقبة. قالوا دعنا يا رسول الله نمل على هذا الملأ، على هذا الحي من قريش، فنبيدهم، دعنا نميل فنبيدهم. يعني لم يستجمع عن ذلك، لأنه لم يستجمع شروط القوة ربما في حينه. لا، كان يستطيع أن يقتل، يعني كان معه حوالي 80 مقاتلا بالليل يذبحون كل قريش، لكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو أن أنت الآن تعذر إلى الناس أولا. وكم ناهي عن المنكر أفلح نهيه بالكلمة. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يعني سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله؟ لماذا؟
لأن الكلمة لها تأثيرها. هو طبعا دكتور يعني لا أريد أن نبتعد كثيرا عن الحلقة، لكن ما زلنا في 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 قضية التدافع. يعني ربما يعني يقول لك فيما يتعلق بموضوع التدافع وضرورة تحقيق شروط القوة لدفع المنكر ولدفع الباطل ولدفع الكفر إلى آخره، ثم من يقول لا يقاس بالمرحلة المكية لا تقاس بالمرحلة المدنية، وأن التشريع بعد الهجرة إلى المدينة بدأ بشكل جديد، وأنه القياس ينبغي أن يكون عليه وليس على المرحلة المدنية. يعني هل يعني هناك مسألة خاصة بالتدرج هذا، هل يجوز التدرج من جديد في كل ما يأتي؟ لكن الـ هناك رأيان في المسألة، رأيان المتأخر ينسخ المتقدم وهذه مدرسة، وهناك من يقول إن كل حكم يكون لزمانه ووقته. لكن دعنا من هذه المسألة، هي المسألة هي روح الدين نفسه، ما الذي يجعلني أتكلف الأصعب إذا كان الأيسر يحقق الهدف؟ ليس المقصود التنازل عن الأقوى، ولكن المقصود الوصول للهدف، يعني أصل التشريع. لماذا أنا أنهى عن المنكر؟ ليتوقف المنكر، فإذا تحقق بكلفة أقل فعقلا وشرعا أو شرعا وعقلا أفعل أقل كلفة، ونحن نرى شواهد ذلك في التاريخ كثيرة. يعني هناك قصة مشهورة أظن أيام هارون الرشيد، أن الروم البيزنطيين كانوا يريدون نفش قبر أبي أيوب الأنصاري، فكان من الممكن أن يجيش المسلمون جيشا للقتال، لكن أرسل إليه رسالة تهديد فقط. هذا نهي عن المنكر أيضا، قال له لئن فعلت لأهدمن كل كنائس النصارى عندي. الرجل بنى على القبر ما يحميه. إذا هذا يقودنا إلى نتيجة أنه يمكن أن يلجأ إلى الرفق بشريط أن يكون هذا الرفق مستندا إلى قاعدة من القوة حتى يؤدي الرفق غرضه، أليس هذا صحيحا؟ كل موقف له قياس، ونحن لا ننفي القوة، يعني الله عز وجل أمرنا بأن نكون أقوياء، وهذا يمنع الشيطان أن يوسوس لعدوك أن يفعل بك شيئا أو يعتدي عليك. القوة عنصر أساسي في داخل المجتمع المسلم، القوة بكل أنواعها، لا نقول قوة العقيدة فقط ولا لا، قوة بكل أصنافها وأنواعها. قال الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من إعداد، يعني تجهيز واستمرار في الإعداد والتجهيز، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهذا عنصر أساسي في الشخصية المسلمة، لكن عند التطبيق العقل والشرع يقولني هذا الكلام، إن الوسائل تؤخذ لتحقيق الهدف، فإن كانت وسيلة أقل كلفة فلا شك أنني ألجأ إلى الوسيلة الأقل كلفة. طب ما يتنادى إليه في وقتنا الراهن منذ سنين من قضية حوار الحضارات وحوار الأديان وإلى آخره، يعني هذه كيف يمكن تنزيلها على قاعدة سنة التدافع الربانية؟ يعني هو مجال الحوار إذا كان يعني ينوى به كما هو واضح وظاهر المداورة والمحاورة وتضيع الوقت، فلا ينبغي أن يشارك في مثل هذه الحوارات الفارغة. يعني هناك حوارات في النهاية لا ناتج لها إلا اللعب وإظهار وجه حسن للخصم أو مناسبات اجتماعية ربما، أو ما الحوار. هناك أحد الأساتذة الكبار كتب كتابا عن الحوار مع المسيحية، وقال هذا نوع من يعني الكنيسة تستغله لصالحها، فعلى المحاور أن يدرك هذه المسألة. طبعا ما علاقة هذا بالتدافع؟ لو كانت لهذه الوسائل تأثير في دفع الباطل وإثبات أنه باطل فلا بأس بها. طب يعني هو هنا يعني موضوع حوار الحضارات أو حوار الأديان، وهذا إذا ما ربطناه بقضية التدافع، أليس من المطلوب للإسلام أن يكون دكتور مهيمنا مسيطرا باعتباره قوة خير وقوة فضيلة، وأنه يعني هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى للبشرية، فكيف يتفق أن يكون وفق منطق التدافع أن يكون الإسلام مطلوبا منه أن يهيمن، ثم بعد ذلك أن يجلس الإسلام على طاولة الحوار مع الأديان، وهذا الحوار يعترف بهذا رأي موجود في الشارع الإسلامي، هذا الحوار يعترف ضمنا بالشرك الذي تحتوي عليه هذه الأديان؟ طبعا هناك شيء في التصرف العملي في الواقع، أنا أتصرف من خلال ما هو حاصل ليس من خلال ما ينبغي أن يكون. أنا مثلا ضعيف، يجب أن أتصرف في ظلال هذا دون تنازل عن مبادئي، يعني ما ينبغي أن يكون ليس حاصلا، أنا لم أوفر القوة لنفسي جيد، لكن لا بد عند التصرف أن أراعي ما هو واقع فعلا، أين موقعي أنا مستضعف، فأتصرف بناء على هذا، ليس معنى ذلك أن أبقى مستضعفا، ولكن لا ينبغي أن أتصرف كأنني في عهد عمر بن الخطاب وأنا أصلا يعني ممزق في كل جهة وفي كل ناحية،
وعدوي في داخلي وفي خارجي. والمجتمع المسلم نفسه انقسم إلى فئات، يعني أشد عداوة، بعض فئات المجتمع المسلم أشد عداوة للإسلام من 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 فئات في خارج المجتمع المسلم، فئات عجيبة وغريبة جدا، يعني تنتمي للأمة اسما ورسما وشكلا فقط، ولكن مضمون مختلف، كما كانوا يسميها بعض الناس، هذه أقليات ثقافية في بلادنا، مع أنهم إخواننا وأولاد عموماتنا، لكنهم أقليات ثقافية في بلادنا. تقصد إخواننا بيولوجيا؟ نعم. تقصد إخواننا بيولوجيا؟ نعم. هؤلاء يعني الـ حينما أتصرف، هذه القضية الأساسية، حينما أتصرف أنا أتصرف من واقع ما أنا فيه، ليس من واقع ما ينبغي أن يكون، أنا ما حققت ما ينبغي، وبالتالي لا ينبغي أن أكون يعني حالما أتصرف كأنني في عهد هارون الرشيد أو في عهد عمر بن الخطاب، لا، أراعي الواقع لكن دون تنازل عن المبادئ، هذه قضية أساسية، دون يعني تنازل عن الشخصية المسلمة التي يعني أحفظها وأحفظ يعني مقوماتها. طيب دكتور، نقطة مهمة قبل أن أذهب إلى الفاصل، يعني فقه قضية التدافع الذي سنبحث عنه، سنبحثه بعد الفاصل، لكن أليس إدراك سنة الله سبحانه وتعالى في التدافع يوجب على المسلمين بأن يعدوا لأن يكونوا كما كان عهد المسلمين في عهد عمر بن الخطاب، بدلا من أن يحاوروا وهم ليسوا موحدين؟ يعني الإسلام ليس واحدا في عقول المسلمين اليوم، يعني وفق منطق التدافع ألا ينبغي للمسلمين أن يدافعوا باتجاه يعني إعادة الاعتبار للإسلام كإطار للدولة والمجتمع والحياة؟ ما تلك هي قضيتنا وقضية الإسلام منذ 3 قرون، أن استعادة الوظيفة الحضارية، وهذا مبني على يعني على الوحدات التحتية في المجتمع، يعني الفرد والأسرة، هذه إذا نشئت وحفظت وحميت امتلأت يعني بالمفاهيم الإسلامية وربيت عليها وأدبت عليها، هذا هو الذي يضمن هذه العودة. طبعا هذه قضيتنا، قضية العصر، يعني كل المنادين بالإصلاح مما نتفق معهم أو لا نتفق معهم في عصرنا الحديث كانوا يبحثون عن هذه المسألة، كيف يستعاد الإسلام من جديد، أو كيف يرجع المسلمون إلى إسلامهم، أو كما يقول بعضهم كيف يصبح المسلمون مسلمين بالفعل. يعني تلك هي القضية، وهي قضية من لم يرى أنها قضية القضايا وأنها جديرة بالعمل والسعي لأجلها فهو مغيب، لا يدري من أمره شيئا. من ظن أن الإسلام ليس أهلا للعودة والرجوع فهو فليراجع إيمانه أصلا. يعني من ظن أن الإسلام يجب أن يبقى مجرد اعتقاد شخصي وفردي كل واحد ينفرد به بنفسه فهو لا يدرك، لا يفهم روح الإسلام أصلا، حتى نخاطبه بأن عليك أن تخدم قضية العودة واستعادة الإسلام الذي هو مصلحة البشرية، بعيدة يعني بدلا من أن تنفرد بالبشرية هذه الأسود الكاسرة التي يعني تفترس البشرية وأبنائها بكل أنواع الافتراس. يعني هذا الإسلام هو الذي ينقذ البشرية من وحش الرأسمالية ووحش الشيوعية السابق وهذه الوحوش الكاسرة التي ما زالت يعني تقتنص الناس اقتناصا. نبحث معك دكتور قضية فهم واقع المسلمين في ضوء سنة التدافع الربانية، ولكن بعد قليل، فاصل قصير ولنا بعده عودة. حياكم الله معنا، ما زلنا في الحديث عن سنة التدافع بين واقع المسلمين ومستقبلهم. دكتور نبيل، إذا ما أردنا يعني أن نفسر واقع المسلمين الراهن وتراجعهم الحضاري والفكري وحتى الديني، فكيف يمكن تفسيره في ضوء سنة التدافع؟ نعم، هو طبعا القصور جاء على مستوى التوعية في البداية والتربية. نعم. يعني محاضن التربية معروفة، يعني أهل العلم وأولياء الأمور
طبعا مسؤولية الحكام ضخمة جدا في هذه المسألة، لأنهم هم الذين يعينون على تقوية هذه المحاضن المربية، فهذا كله سقط. فبالتالي العناصر البشرية التي يتضمنها المجتمع المسلم غير مؤهلة لكي تقوم بدورها في إظهار الصواب ومقاومة الفساد، إظهار الصلاح ومقاومة الفساد. فعلى المستوى الفردي يعني حصلت خلخلة في داخل المجتمع في بنيته الأساسية، بنية الشخصية، لأن المسألة قائمة في فلسفتها الأصلية على شخصية صالحة ومعها شخصيات أخرى تؤاخيها. هذه بنية مجتمع، يعني الشخصية الصالحة هي التي يعني نمدها بالفكرة الصحيحة أو عندها التصور الصحيح والاستقامة الخلقية. التصور الصحيح ما تمشي من العقيدة كما هو واضح يعني، ثم الاستقامة السلوكية التي تنتج عن العبادة والعقيدة وكذا، تمام؟ هذه الشخصية. يأتي العنصر الآخر وهو ضروري، وهو المؤاخاة التي تحصل بين الناس، المؤاخاة، أن يكون ذات البين صالحا غير فاسد، ذات البين، علاقة الإنسان بأسرته وجيرانه وذوي رحمه والناس من حوله، ولا تكون عندي بنية صالحة وقوية. تستطيع هذه البنية أن تقوم بواجبين، الواجب الأول إبراز الصلاح في الواقع، حسن قول وصدق وعد وصدق لفظ وكل الأفعال الصالحة، وفي نفس الوقت إذا وجدت مضادات هذه الأفعال تحاول أن تقاومها، فإن وجد تاركا للصلاة أو يعني مطيلا للسانه بالكلام الذي لا ينبغي أو كذا، تأتي مسألة الدفع ومسألة المقاومة. المسألة تتسع إلى أن تصبح عندي فوق بنية المجتمع الصغيرة بنية الدولة. هذه الدولة يعني أيضا يكون لها دور يتجاوز الأفعال الصغيرة إلى الأفعال الكبيرة، لأن الدول يكون لها مطامع وتتنافس على النفوذ وكذا، فهنا تحدث مسألة العدوان ويحدث التدافع أو الدفع من قبل من يمثل الحقيقة طبعا والحق. في مسألة ظهور الأمم وهبوطها، ارتقاؤها ونشوؤها وهبوطها، ما هي السنن الربانية في هذا المقام، بحيث التي هي التي تدفع هذه الأمة إلى الظهور أو تدفع أخرى إلى الهبوط والتواري؟ هذه مسألة طويلة وكبيرة، يعني مسألة أن ما هي السنن التي ترفع الأمم وكذا. يعني المسألة يعني إذا كان عندي وحدات اجتماعية صالحة ووظائف معطاة للشخصيات المناسبة في داخل هذه البنية الاجتماعية، فإدارة المجتمع هنا تكون إدارة قادرة على الإنجاز والإنتاج. بمعنى يعني مثلا تجربة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكمل تجربة في تاريخ البشر، يعني إعداد الشخصية ورسم معالمها وكذا. شخصية تجد كل صحابي عظيم، أو كل من نعرفه من الصحابة عظماء، يعني ومع ذلك متنوعون. فعندك تنوع في الشخصيات، كل المجتمعات هكذا عندها تنوع في الشخصيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يولي هذا القتال، ويولي هذا كذا، ويولي هذا كذا، ويولي هذا كذا، فوزع المهمات، وبالتالي فعل المجتمع، فعل القوى. لم يؤمن بفكرة المستبدين الذين يرون تعطيل المواهب وتأخير الموهوبين وإبراز أنفسهم فقط، لا، وإنما وسع من توظيف الناس إلى أقصى مدى ممكن في الجو المتاح له صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل المجتمع وأخرج خير ما فيه. الناس أخرجوا الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الذي أنجز التغيير الهائل في العالم، أنهم أخرجوا أفضل ما يمكن أن يخرجوه من أنفسهم من قول وفعل وكذا، هذا بإشراف النبوة وبإشراف الوحي. فنتجت هذه التجربة الرائعة العظيمة، مجتمع متكامل متعاضد فيه المسؤوليات موضوعة في أماكنها الصحيحة، وحارب أكبر معضلة واجهت البشرية وهي مسألة الفقر. حتى إن الكتابيين من غير المسلمين لم يعودوا فقراء، بل إنهم يعني اغتنوا، حتى عندما عرضت عليهم الأموال قالوا قد اكتفينا. فهذا شيء غير موجود في التاريخ البشري. يعني أنت قلت أنه سؤال يعني ربما يكون كبيرا، لكن أنا أريد أن أركز معك القضية المحورية، وقد ذكرت طرفا منها. قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأدوار، أشرك الجميع بالمسؤولية، وهذا ينطبق عليه في المصطلح الحديث أنه الشخص المناسب في المكان المناسب. لكن في زمننا هذا، هل ينبغي على المسلمين أن يفعلوا هذا، أن الشخص المناسب في المكان المناسب، قبل أن يستعيدوا روح الإسلام؟ يعني لو قاموا مثل الغرب ووضعوا وهيئوا أسباب المدنية وبنوا أسباب القوة المادية ووضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب وحاربوا الفساد، لكن من غير استنادا إلى عقيدة الإسلام وروح الإسلام،
هل يحققون السنن الربانية في الاندفاع إلى الأمام؟ لن نكون ممثلين للإسلام بالشكل المناسب في هذه الحالة. يعني ليس المقصود الأهلية الخالية من التدين، المقصود في ظل ثقافتنا الإسلامية بمعناها العام الكبير، لا نقصد بالشخص المناسب هذا الشخص البيروقراطي الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة. لا، البيروقراطي الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة ليس هو المقصود، إنما شخص فيه خبرات، وكما وصف موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين، فجمع بين الخبرة القدرة على الفعل، يعني أقصد قدرة على الفعل بشكل جميل وكامل، وأيضا الجانب السلوكي الخلقي المستند إلى العقيدة، طبعا لا نقصد إلا هذا. يعني فيعني لا يمكن استعادة شخصيتنا الحضارية والثقافية والدينية، لا يمكن أن نكسب دنيانا وأخرانا إلا بهذه الطريقة. الشخصية المناسبة هي العنصر الأساسي فيها حتى تكون يعني تجربة إسلامية ومتوائمة مع المفاهيم الشرعية، لا بد أن يكون يعني أن تكون هويته نفسها الكاملة هوية إسلامية، طبعا بالتأكيد هي المستند الأساسي في تصرفاته. هذا الشخص ليس تمثالا، يعني ليس إنسانا آليا سنوليه إدارة مؤسسة، ممكن نأتي بإنسان آلي نقول رئيس قطاع كذا، لا ليس هذا المقصود، إنما إنسان فيه الإنسانية كاملة وفيه القدرة على أداء الواجب طبعا كاملا. لا نأخذ أهل الثقة الذين لا فهم لهم، هذا قد قاتل يعني، ولا نأخذ ناسا لا دين لهم، الذي لا دين له يعني لا يؤمن على 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 على, على مؤسسة ولا هيئة، إنما المقصود الذي يقوم بحفظ الأمانة بشكل دقيق هو هذا الخبير القادر الذي يستند إلى هويته القوي الأمين. لا شك طبعا القوي الأمين يعني صحيح. طيب دكتور، هل هذه سنن التدافع التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين الخلائق تدخل تحت صفة يعني عدل الله سبحانه وتعالى أم تحت صفة حكمته عز وجل؟ هو الله جل وعلا يعني شاء أن ألا تكون الحياة البشرية حياة ساكنة. لو انتهى الصراع، لو انتهى هذا الاختلاف بين البشر، لو انتهى الاختلاف ستؤول الحياة إلى جمود وسكون. هذه سنة من سنة الله عز وجل أن يبقى الاختلاف بين الناس ولا يزالون مختلفين، لا سيظل الناس مختلفين. ونحن نقرأ الآية الكريمة حينما تكلم عن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعدها قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الاختلاف دائما مدعاة لتنافس الأفعال أو لتناقض الأفعال حتى في إطار أي هيئة أو مؤسسة. لو كنا في داخل مؤسسة وطرح أحد الناس رأيا والآخر رأيا آخر مثلا، سيحدث هنا تعارض بين الآراء، إذن لابد من دفع رأي وإبقاء رأي آخر. فالمسألة قائمة على هذه المسألة، على هذا الأمر، وهي أننا اجتهاداتنا مختلفة، آراؤنا مختلفة، حتى في إطار الاتفاق على العقيدة الواحدة يعني وجهات نظرنا تختلف، وآراؤنا في القضايا الصغيرة والكبيرة تختلف. يعني لو أجلست عشرة من الأشخاص الآن وكلمتهم عن الحل الذي يمكن أن يطرح لواقعنا الإسلامي أو لواقع العالم الإسلامي مثلا، تجد وجهات نظر مختلفة، من أين نبدأ وكيف ومن، ذلك لأن العقول مختلفة. فنحن نتكلم عن أفراد، ما بالكم بدول وثقافات كاملة ضخمة جدا يتواجه بعضها مع بعض. فإذا المسألة هنا يعني تتعلق بحكمة الله في خلقه لهذا الإنسان، وأن ثنائية الخير والشر أساس في هذه الحياة، أساس حكمة الله. الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، للحساب يعني على هذه الثنائية المتصارعة في الحياة باستمرار. لا 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 لسنا بذلك نتبنى مبدأ الحروب الدائمة والتقاتل المستمر، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه بطبيعة الحال وجود الاختلاف يؤدي إلى التنافس على الفرص، بل يؤدي إلى الطمع، يطمع هذا الطرف في هذا الطرف لكي يعني يستولي على مزيد من المنافع يعني. طب هل ما الحكمة من سنة التدافع؟ يعني صحيح أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخره، يعني الآية، يعني هل يستنتج من حكمة التدافع أنه من سنة التدافع أن الحكمة هي منع الفساد في الأرض، الإصلاح في الأرض، أم ثمة حكم أخرى من هذه؟ وطبعا الدفع نفسه هو فيه مسألة منع الفساد كما هو صريح القرآن، الدفع ولولا دفع الله الناس فسدت الأرض، فهذه التي صرح بها القرآن.
التدافع أن تبقى الحياة فيها حيوية وفيها نشاط، يعني شعور الإنسان بأن هناك، طبعا هذه إن كان عبر عنها بعض الغربيين هنتينجتون، يعني قال وجود قوة منافسة يعني يحفزنا على الفعل ويدفعنا إلى أن يعني نزيد في إنتاجنا وكذا وكذا. لكن الإسلام يتبناها ليس كرؤية عدوانية، ليس في ظل رؤية عدوانية، ولكن في ظل رؤية تؤمن بأن البشر ليسوا ملائكة، وأنك إن لم تكن قادرا على دفعهم فستدفع، إن لم تكن قادرا على يعني ترهيبهم سيعتدون عليك. فهذه الرؤية قريبة من الرؤية التي تبدو في شريعتنا، لكن ليست رؤية عدوانية عندنا، هي رؤية لكف الشر وليست رؤية للاستعداد فيعني التدافع يعطي للمجتمع نوعا من الحيوية، شعورك بأن بتحدي الواقع، حتى الواقع الطبيعي حينما يتحدى الإنسان. يعني مثلا يقولون عن البناة الأوائل للولايات المتحدة الأمريكية، الذين المهاجرون الأول وجدوا صعوبات جمة، ولكن شعروا بأن هذه الصعوبات عبارة عن تحديات لا بد من التغلب عليها، الهرب منها ليس جيدا، ولذلك ظل الإنسان يقاوم وكذا حتى وصل إلى هذا الهدف. فإذا يعني هناك شيء من الحيوية ينبعث بسبب يعني تخالف الناس وتعدد آرائهم. يعني على سبيل المثال الآن شعوري أنا مثلا، شعور المسلمين بأن ليس هذا الواقع الذي ينبغي أن نكون عليه، هناك انتقاص من حقي، هناك اعتداء على ليس فقط على 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 القرآن والسنة والمعاني الإسلامية بمحاولة تشويهها، بل هناك اعتداء على الأرض والعرض وعلى الكبير والبعيد وعلى أطراف العالم الإسلامي وقلب العالم الإسلامي معتدا عليه. شعوري بأن هذا ليس هو الأصل، وأن الأصل شيء آخر، هذا يعني هو الذي أنشأ المشروعات الإصلاحية ومشروعات المقاومة والمشروعات التحررية من الاستعمار وغيره، وهو الذي ينشئ مشروعات أخرى إن شاء الله تغير هذا الواقع إلى ما هو أفضل بدفع هؤلاء عن صدورنا وعن مساجدنا وعن أعراضنا وعن بلادنا وبيوتنا. هذه النقطة الوصول إلى الأفضل، يعني تتحدث عن مستقبل الإسلام، كيف يمكن استشراف هذا المستقبل في وفق قاعدة قانون التدافع؟ هو ما دام هناك من يفهم هذا الدين وأنه يعني يأبى الذل ولا يقبل الضيمة ويكسب أبناءه شعورا بالعزة، يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة تعني ألا تكون الأدنى، ألا تكون الأسفل، ألا تكون منتقصا وترضى بأن تكون مظلوما، بل عليك أن تسعى إلى دفع هذا وإلى تغيير الواقع. هذا فيما ليس فيما بين المسلمين، وإنما المسلمين مع غير المسلمين بشكل عام، حتى لا يفهم أنه لا يخفض المسلم جناحه لأخيه. يعني لا، ليس قصد هذا، القصد هو مقاومة الانحراف والباطل طبعا بشتى صوره. يعني طيب، نريد أن نبحث معك بعد الفاصل، يعني لدينا محور أخير لو أذنت لنا دكتور، وقفة أخيرة تتبعه عودة لمواصلة الحديث. أهلا بكم دكتور. في محورنا الأخير أريد أن أسألك عن أهمية الفقه بقانون التدافع الرباني، أهميته وأثره في حياة المسلم، في نفسيته، في سلوكه، في شخصيته، وفي طريق تدينه. طبعا هناك مسؤولية إذا يعني إذا وجد المسلم واقعه قد انتقص فيه دينه وقد تراجع البلاغ والإبلاغ والبيان الدين للناس وتحقيق سلطانه في هذه الأرض، فعليه واجب، هذا الواجب يتعلق بالدفع، بدفع الظلم عن صدر الإسلام وتوسيع المدى. الإسلام
الإسلام يعني كالذبيحة في هذا الزمان، مع أن يعني مع أنه يمثل يمثل حبل النجاة لهذه البشرية. فعلى المسلم أن يعرف أولا، افهم واقعك أيها المسلم، وافهم ما ينبغي أن يكون، وقارن بين واقعك واقع الإسلام في هذا العالم وبين ما ينبغي أن يكون، ثم اسعى بأن يتحقق ما ينبغي أن يكون. فهذا دفع، ومن يعني يتشرف من يشارك في هذا الدفع برفع راية منكوسة أو تصحيح يعني موقف أو دفع عن الإسلام بأي صورة من الصور. طيب، في أقل من دقيقتين، وهما دقيقتين الأخيرتين في هذه أو الدقيقتان الأخيرتان في هذه الحلقة، ماذا يمكن أن تقول عن موضوع الحلقة مما لم أسألك عنه؟ هو الحقيقة أن مسألة الدفع لكي نفهمها فهما عميقا، وأنا أدعو إلى هذه المسألة، يجب أن نقارن هذا الأمر، هذه السنة الاجتماعية التي تتكلم عنها الإسلام، بالرؤى التي يقدمها الفكر الاجتماعي الغربي، لأنها تكشف عن عظمة وجلال ما تقدمه شريعتنا. العلوم الاجتماعية الغربية لا شك أنها تكسب الناس خبرة بالمجتمع، والإسلام تكلم عن بعض الأشياء الدقيقة جدا وكلاما عظيما، منها هذه المسألة، مسألة الدفع والتدافع هذه. لكن الإطار الغربي سيطرت عليه الرؤى الاستعمارية، سيطرت عليه الرؤى المادية بشكل عام. لكن الإطار الذي عندنا إطار شرعي منضبط قانوني يحفظ حقوق الناس، حتى الأطراف الكافرة يحفظ حقوقها في هذه المسألة. الدفع عندنا لا يعني العدوان، الدفع عندنا يعني يوصى فيه الرجل بألا، يوصى فيه المحارب نفسه بألا يقتل امرأة ولا طفلا ولا يحرق شجرا ولا كذا. فالدفع يعني مؤطر في إطار الأخلاق الجليلة العظيمة، بحيث يبدو مبهرا لمن ينظر إليه، ليس مجرد يعني قوة يعني عنيفة تتصرف بلا عقل وبلا مراعاة ولا وازع أخلاقي ولا ديني، لا، إنها تمشي محروسة بالشريعة وبآدابها وأخلاقها وأحكامها. حرسك الله وجزاك خيرا، شكرا جزيلا دكتور. ختاما مشاهدينا الفاضلين، نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور نبيل الفولي، أستاذ المنطق وعلم الكلام في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، كل الشكر لكم، دمتم في حراسة الله تعالى.